جمعية اسمها جمعية حماية البيئة بمنشأة ناصر نجحت في تحويل القمامة إلى باب رزق للشباب، وبيحولوا الورق المستعمل لحقائب هدايا ومنتجات تم تصديرها للخارج. تفاصيل أكتر معنا في هذا التقرير. 60 منتجا جديدا من الورق، هذا ما تنتجه سيدات يعملن لساعات طويلة بجمعية حماية البيئة، حيث يقمن بالاستفادة من مخلفات الورق المستعمل وتحويله لمنتجات متنوعة. بنعمل اكسسوارات من ورق المجلات، وبنعمل شنط هدايا، وبنعمل علب، وبنعمل كروت، وبنعمل أكتر من 60 منتج مختلفين من أنواع الورق. احنا بنشتغل ورق أبيض اللي هو الإيفور، وبنشتغل الكرتون، وبنشتغل الجرايد. الابيض ممكن نشكل فيه ان احنا ندخل فيه قشر بصل، كركديه، قشر ورد، ورق شجر، حاجات كتير بندخلها في الورق فبتدينا اشكال كتير مختلفه. عمليه تدوير الورق تمر بعده مراحل، بدايتها الجمع والفرز، حيث يتم تجميع الورق من اماكن عديده مثل المدارس والمطابع الورقيه، ثم فرزه لأوراق قابلة لإعادة التصنيع، ثم مرحلة التقطيع والتي تتم باستخدام ماكينات خاصة لتسهيل عملية الإذابة. بعد كده بتبقى عندنا العجينة جاهزة، بناخدها نحطها في بانيو كبير، ومن خلال القوالب اللي عندنا، عندنا 6 مقاسات من القوالب، أكبر مقاس 40x60 وأصغر مقاس 10x15. من خلال القالب دوت بنعبي الورقة وبنسيبها تتصفى. القالب مكون من جزئين، الجزء اللي فوق بيحدد لنا مقاس الورقة، والجزء اللي تحت بينزل المية من الورقة. بعد ما الورقة بتتصفى ونتأكد إن هي اتصفت من الورقة، بنشيل الجزء الخارجي للقالب، وبناخد الجزء التاني اللي عليه الورقة ونقلبها على ترابيزة، والترابيزة ديت بتبقى نص دايرة عشان تنزل المية من حوالين الورقة، ما يبقاش فيها فقاقيع هواء أو حاجة كده. بعد إتمام كل المراحل السابقة تأتي عملية تشكيل الورق من خلال وضع العجين في المكبس وضبط درجة السمك المطلوبة، وفي النهاية يترك الورق للتجفيف. طبعا الورق مش بينشف قبل 24 ساعة في الصيف، في الشتاء ممكن يقعد يومين وثلاثة. هناك أكثر من 20 سيدة يعملن في إعادة تدوير الورق بالجمعية، بالإضافة إلى متطوعات تساعد على تصدير المنتجات المصنوعة من الورق للخارج. يعني الناس طبعا لما بتشوف الحاجة ما بتصدقش إن ديت حاجة معاد تدويرها، ومنتجات يعني مختلفة ومتنوعة، فالناس بتتبهر بيها وبيقولوا يعني أول مرة نشوف الحاجة دي في مصر. وإحنا في كل فترة بنحاول نعمل منتج أو اتنين أو تلاتة جداد، علشان الناس برضو بتزهق من المنتجات القديمة، فكل فترة بنحاول نعمل حاجات جديدة علشان يعني نشد الناس إليها. هكذا استطاعت السيدات بجمعية حماية البيئة أن تتعلمن حرفة توفر لهن دخلا ثابتا وتساعدهم في حياتهن. احنا لما بنفكر بنفكر ممتع التخطيط الحقيقة جداً. انه بتصنعي من لا شيء، بتصنعي من شيء مصدر دخل، وبتصدري وبتعملي كمان خلينا نقول ثقافة مختلفة، بتغير المكان وتغير اي منطقة صعبة، وتغير التفكير وتغير الثقافة. يعني من فكرة بسيطة، هي الفكرة هي اللي بسيطة، عشان كده انا بقول من الحاجات اللي الواحد ممكن يلاقي شيء ملوش اي ثمن او وجود، من قمامة، تحويل القمامة لشنط هدايا، وشنط بتبعث او بتبعث كده الفرحة للناس اللي ممكن تشتريها. صنعوا من لا شيء انجاز شيء كبير.